السلام عليكم مشاهدين قناة يوم تك. أعزائي المشاهدين، اليوم موعدنا مع درس جديد سوف نتعرف فيه على كيفية مشاهدة أحدث حلقات Game of Thrones الموسم السابع في نفس توقيت عرضها في قناة HBO الأمريكية وبطريقة قانونية، وأيضا سوف نتعرف على كيفية ترجمة الحلقة إلى العربية. تابعوا معي الشرح. نفتح اللانش باد ونقوم بفتح متصفح أوبرا. الآن سوف أقوم باستعمال VPN متصفح أوبرا. لقد سبق وأن قمت بشرح لكم الطريقة في درس سابق، سوف أضع لكم الروابط أسفل الفيديو. نضغط على File ثم New Private Window ونضغط على أيقونة VPN ثم نضغط على Enable وننتظر إلى أن يتم الاتصال. الآن نختار من هنا IP أمريكي. تم الاتصال بIP الأمريكي بنجاح. الآن نقوم بفتح موقع أمازون. اضغط هنا لفتح حساب جديد في خدمة أمازون برايم، وهي خدمة مقدمة من أمازون تعطي المشترك بها عدة مميزات مثل التوصيل المجاني للمشتريات خلال يومين والتوصيل خلال يوم مقابل 3.99 دولار ومشاهدة الأفلام والمسلسلات أونلاين مجانا وعدة أمور أخرى. نحن كل ما يهمنا هو خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات. اضغط هنا لكي نفتح حساب جديد تجريبي لمدة 30 يوم. إذا كنت تمتلك حساب قديم في أمازون أدخله هنا أو أضغط هنا لفتح حساب جديد. سوف أستعمل خدمة مهمل لكي نستطيع الحصول على بريد مؤقت لكي نستعمله في عملية التسجيل. نضغط هنا لكي نختار الاسم الذي نريد ونضغط هنا. الآن نضغط مرة واحدة هنا لكي ننسخ الإيميل. اكتب هنا اسمك. هنا قم بلصق بريدك المؤقت. هنا اكتب كلمة السر واعيد كتابة كلمة السر هنا. اضغط على Create your Amazon account. في هذه المرحلة سوف تحتاج الى ادخال معلومات بطاقتك البنكية للحصول على مدة تجريبية بالمجان، ولكن لا تقلقوا سوف أضع لكم رابط يوجد به العديد من البطاقات الوهمية لكي تستطيع تفعيل الحساب في كل مرة. نقوم بلصق أرقام البطاقة ونقوم بلصقها هنا. هنا نختار تاريخ انتهاء البطاقة وهنا نكتب اسم صاحب البطاقة. نكتب أي اسم لا يهم ونضغط Next. هنا أعد كتابة اسم صاحب البطاقة. هنا يجب أن نكتب عنوان أمريكي. سوف نستعمل أي موقع يوجد به عنوان أمريكي. سوف أضع لكم في المقال عدة روابط لعناوين أمريكية. نقوم بالنسخ العنوان ونلصقه هنا. الآن ننسخ المدينة ونرجع إلى أمازون ونلصق اسم المدينة هنا ثم ننسخ رقم الهاتف ونلصقه هنا. والآن ننسخ الزيب كود ونلصقه هنا. الآن نضغط هنا ثم نضغط هنا لتفعيل مدة تجريبية. تم تفعيل خدمة أمازون برايم بنجاح. نضغط على برايم فيديو. كما تشاهدون هذه هي واجهة خدمة برايم فيديو. توجد العديد من الأفلام والمسلسلات الجديدة والقديمة.
سوف أقوم الآن بتجربة تشغيل مسلسل مستر روبوت. اضغط هنا لمشاهدة الحلقة الأولى. كما تشاهدون تم تشغيل الحلقة بشكل جيد. للعلم الموقع لا يدعم الترجمة العربية، ولكن سوف أريكم طريقة لتشغيل الترجمة العربية على الموقع، فقط تابعوا معي الشرح للنهاية وسوف تعرفون الطريقة. يمكنكم أيضا التحكم في جودة الحلقة. بعد أن قمنا بتجربة خدمة أمازون برايم، الآن سوف أشرح لكم طريقة تفعيل HBO Now، وهي التي سوف تسمح لنا بمشاهدة أجدد حلقات Game of Thrones بشكل مجاني. نكتب هنا HBO Now ونضغط هنا، ثم نضغط هنا. هنا سوف نقوم بالحصول على مدة تجريبية تصل إلى 7 أيام، ويمكنكم فتح حساب جديد في كل مرة حتى تحصلون على 7 أيام جديدة. نضغط هنا ثم نضغط هنا. تم تفعيل الخدمة بنجاح. هذه هي واجهة خدمة HBO Now. هنا كما تشاهدون يوجد العديد من المسلسلات وبرامج وأفلام الخاصة بشبكة قنوات HBO Now. نحن كل ما يهمنا هو مسلسل Game of Thrones الموسم السابع. نضغط هنا للدخول للمسلسل. كما تشاهدون هنا توجد جميع الحلقات التي تم بثها حتى الآن، وهي بجودة عالية جدا. الآن سوف نقوم بتشغيل الحلقة الثالثة. ملاحظة، هي آخر حلقة متوفرة حتى هذه اللحظة التي أسجل في هذا الفيديو. كما تشاهدون تم تشغيل الحلقة بشكل جيد وبجودة عالية. يمكنكم اختيار أي جودة تريدون من هنا. من فضلكم لا تنسوا الضغط على زر إعجاب والمشاركة معنا في القناة ليصلكم كل جديد. الآن سوف أشرح لكم طريقة إضافة الترجمة العربية إلى حلقات مسلسل Game of Thrones، تابعوا معي. نضغط على أوبرا ثم نضغط هنا وننتظر. نكتب هنا كرون ونقوم باختيار هذه الإضافة. الآن نقوم بتنصيب هذه الإضافة التي سوف تسمح لنا بتنصيب جميع إضافات متصفح جوجل كرون على متصفح أوبرا. الآن نضغط على فيو ثم نضغط هنا. نضغط هنا لكي تشغل الإضافة في وضعية البرايفت. الآن نفتح هذا الرابط وهو خاص بالإضافة التي سوف تسمح لنا بإضافة ملف الترجمة إلى أي حلقة تريد. سوف أضع لكم الروابط أسفل الفيديو. نضغط هنا لتنصيب الإضافة ونضغط أوكي. الآن نضغط انستال ونضغط هنا لكي تشتغل الإضافة في وضعية البرايفت. الآن سوف ننتقل إلى موقع سبساينس لتحميل ملف الترجمة. نضغط على صورة المسلسل Game of Thrones. ثم نضغط هنا لتحميل ترجمة الحلقة الثالثة. تأكد قبل التحميل ملف الترجمة أن كلمة AMZN وهي ترمز إلى موقع أمازون موجودة لكي تتوافق مع حلقة في موقع أمازون بدون مشاكل. نضغط هنا لبدء التحميل.
الآن نفتح ملف الترجمة بأي برنامج تعزيل كتابة. أنا أنصحكم ببرنامج فيجوال ستوديو لأنه مجاني ومتوافق مع جميع أنظمة التشغيل. سوف أضع لكم روابط التحميل أسفل الفيديو. بعد فتح ملف الترجمة نضغط هنا ثم نضغط هنا، اختار Arabic Windows ثم نضغط هنا مرة أخرى ونضغط هنا ونختار هذه المرة HF8 بوم. الآن نغلق البرنامج. الآن سوف نذهب إلى موقع أمازون مرة أخرى، نضغط هنا لتشغيل الحلقة الثالثة، وبعد تشغيل الحلقة نضغط هنا لكي نشغل إضافة قراءة ملف الترجمة. نضغط هنا لكي نختار ملف الترجمة. كما تشاهدون تم تشغيل الترجمة بدون مشاكل وبشكل جيد. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. إذا كانت عندكم أي أسئلة أرجو أن ترسلها لي وسوف أجيبكم. وإذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر إعجاب والمشاركة معنا في القناة ليصلك كل جديد. وشكرا لكم للمشاهدة.